مش قرار الأزهر، هو قرار ده من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. وحق الكد والسعاية هو الأسرة، ده عامل مشترك ما بين الزوج والزوجة. حق الكد والسعاية للمرأة ده حق واجب شرعي طبعا، مكفول لها ويكفله الدين والدستور، ويريد يبقى شيء مقنن، ما يبقاش شيء كلام كده وخلاص، كلام عابر. أنا بأيد فضيلة الشيخ الأزهر في كل ما يقول به، لأنه للأسف الشديد المرأة في مصر حقها مهضوم، سواء في مؤخر الصداع ما بيردوش يكتبوا مؤخر كبير عشان المأذون ما ياخدش مبالغ كبيرة، مع ان ده حقها. حق السعاية اللي طرح في الفترة الأخيرة دي هو ما هوش حاجة جديدة احنا بنتكلم فيها، هو موجود، بس الفكرة فكرة ان ما كانش حد بيفكر فيه، لان احنا ماشيين عرف. يعني العرف في المجتمع المصري ان الست تتجوز تطبخ وتكنس وتربي عيال، وفي الاخر ممكن جوزها يروح يتجوز عليها. انما احنا هنتكلم بما يرضي الله وبالعدل، طبعا يطبق بس ويتم الاتفاق عليه ويتم النص عليه من الاول، وزي ما الراجل له حقوق الست كمان لها حقوق. هو اصلا الذمه الماليه للمراه لابد انها تكون منفصله، وده طبقا للشريعه الاسلاميه او طبقا للدين الاسلامي، لابد انها تكون منفصله. واذا كانت المراه بتساعد في حاجه في البيت فده مسألة اختيارية ترجع لها هي، ولكن لا تفرض عليها. أسمح بيها لأنها دي من حقوق المرأة، حقوق المرأة، عشان لو مثلا يحصل في خلاف بين الزوج أو زوجة، تمام، ليها شروط معينة، لأن إيه كمثلا كعيلة أو كمرأة أو أي حاجة الشروط بتاعتها، فده ليها نظام معينة ليها. لا، مع طبعا لازم المرأة، طبعا لازم كل حد يبقى له الذمة المالية بتاعته، لأن هي ما تبقاش هي بتشتغل وبتجيب فلوس وفي الآخر حد ياخدها منها. لا، ما شاء الله تصرفها فين ولا تيجي منين، خلاص أصل هي شغالة، فطالما هي شغالة فلوسها حقها، أنا مش حاجة أقول لها تصرفي فلوسك في إيه، وبعدين طبعا أنا متجوزة، أنا اللي مسؤول عن البيت يعني. حقها إن هي تشتغل ويبقى عندها دخل مستقل، بس يا ريت ده ما يخليهاش هي تعامل الراجل من منطلق إن إحنا الاتنين راس براس.